الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. كنا نتحدث فيما سبق عن مسألة أن الله يريد من الإنسان المسلم الطاعة المطلقة، بحيث لا يكون للإنسان أي موقف سلبي من قريب أو من بعيد أمام ما أمر الله به وما نهى عنه. وهذا ما جاء في قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا خيار للإنسان أمام ما قضاه الله ورسوله، لأن والقضية ترجع إلى قضاء الله وحده، لأن الرسول إنما يأمر وينهى تبعاً لما أمر الله به ونهى عنه، ولما أوكل الله إليه أمر أمره ونهيه. وحتى أن العلاقة بالله تتأكد باتباع رسول الله بطاعته: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالله يحب الناس من خلال ما يطيعون الرسول في ذلك، لأنه من أطاع الرسول فقد أطاع الله. والله يحدثنا عن بعض النماذج من المسلمين الذين ربما يتعرضون في خلافاتهم مع الناس الآخرين لبعض الأمور، فيدعوهم الآخرون من المسلمين ممن اختلفوا معهم إلى التقاضي إلى حكم الله ورسوله، فلا يستسلمون لذلك، بل يحاولون إثارة السؤال عن النتائج الشرعية لمثل هذه القضية التي يختلفون فيها مع الآخرين. هل أن الشرع يحكم لهم فيما يدعونه، أو أن الشرع يحكم لخصومهم؟ فإذا رأوا أن الشرع يحكم لهم فإنهم يبادرون إلى الاستسلام لأمر الشرع في ذلك كله، وإذا رأوا أن الشرع يحكم لخصومهم فيما يختلفون فيه معهم رفضوا المجيء إلى حكم الله. وهذا أمر نجده الآن في كثير من مواقع القضاء في العالم الإسلامي، باعتبار أن واقع القضاء في العالم الإسلامي
يخضع في أغلب الحالات إلى القوانين الوضعية المدنية التي تشرع على خلاف حكم الله سبحانه وتعالى، بل إنها تتبع في تشريعاتها القوانين التي أصدرها الغرب الذي سيطر على البلاد الإسلامية وفرض عليها أسلوبه ووسائله في الحكم وفي القضاء وفي غير ذلك. وهناك قضاء شرعي لا سلطة له في غالب الأحوال في البلاد الإسلامية. فنلاحظ أن بعض الناس عندما يقعون في أي مشكلة تؤدي إلى نزاع وخلاف بينهم وبين الآخرين، فإنهم يبادرون إلى السؤال: هل الشرع معهم أو القانون معهم؟ فإذا رأوا أن الشرع معهم بادروا إليه، وإن رأوا أن القانون معهم والشرع ليس معهم ذهبوا إلى القانون الوضعي وتركوا القانون الشرعي. إن هذه الآيات في سورة النور تعالج هذا الواقع وهذه النماذج. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد أنزلنا آيات مبينات، يعني ليعرفها الناس وليأخذوا بها فيما يراد لهم الاهتداء بها في كل شؤونهم العقيدية وشؤونهم الشرعية وفي علاقاتهم الإنسانية وفي مناهجهم العملية. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، لأن هذه الآيات المبينة الواضحة هذه تخطط للإنسان الخط أو الخطوط التي تسير به إلى الصراط المستقيم، وتريد للناس أن يهتدوا بها. ولكن الله يحدثنا عمن لم يهتدي بها، وإنما يحاول أن يلعب بالمسألة بين الحق وبين الباطل. ويقولون: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، يعني يعلنون إيمانهم بالله وبالرسول ويؤكدون الانسجام مع خط هذا الإيمان الذي يفرض عليهم اتباع الله والرسول، فيؤكدون الطاعة لله وللرسول فيما أمر به أو نهي عنه. ثم يتولى فريق منهم، يعني يعرض فريق منهم، ينقسم هؤلاء الذين يعلنون إيمانهم ويؤكدون التزامهم بالطاعة، هؤلاء ينقسمون قسمين. فهناك قسم ينسجم مع خط الطاعة، وهناك قسم يعرض عما اعترف به وعما أكده. ثم يتولى يعرض فريق منهم من بعد ذلك: وما أولئك بالمؤمنين، لأن الإيمان ليس مجرد
كلمة تتكلم بها وليس مجرد شهادة لفظية تشهد بها، ولكن الإيمان كما ذكر أنه إعلان باللسان، إقرار باللسان، واعتراف بالجنان يعني بالقلب بالعقل، وعمل بالأركان، عمل بالأعضاء، في حركة الأعضاء في خط هذا الإيمان بتجسيده في الواقع الذي يعيشه الناس في كل أمورهم الفردية والاجتماعية. وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه، إذا فريق منهم معرضون، يعني إذا عندما يعرضون عن هذه الدعوة ولا يستسلمون لها، مع أن على الإنسان المؤمن أن يستسلم للدعوة إلى السير في خط الله ورسوله. إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق، يعني إذا سألوا عن هذه القضية التي يدعون فيها إلى حكم الله وإلى حكم الرسول، إذا سألوا ورأوا أن الحق لهم في حكم الشرع، وأنهم إذا تقاضوا لدى الشرع فإنهم يحصلون على ما يريدون، لأن الحق ولو بالصدفة كان لهم. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، لا من جهة أنهم يؤمنون بالحق ويؤمنون بالله ورسوله وبشريعته، ولكن لأن الشريعة انسجمت معهم بحسب طبيعة القضية التي يعرضونها أمام القضاء. أفي قلوبهم مرض؟ يعني هل هم منافقون؟ لأن الله يتحدث عن مرض القلب، يعني مرض العقل، يعني المرض المعنوي والمرض الروحي والمرض الذي يصيب الإيمان، الذي يجعل الإنسان غير منسجم يعني مع طبيعة الخط المستقيم، باعتبار هذا الخلل في إيمانه والخلل في إسلامه وفي التزامه الديني. أفي قلوبهم مرض كما هو حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، أو يظهرون الالتزام ويبطنون عدمه؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، يعني حصل عندهم شك في الله وفي رسوله وابتعدوا عن خط الإيمان وخط الالتزام، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، يعني أن يخافوا بحيث يشككوا في عدالة الله وفي عدالة الرسول، فيخافون أن يأخذهم الله بالجور وأن يأخذهم الرسول بالظلم، يخافون أن يحيف الله عليهم، يعني يجور الله عليهم ورسوله، والله ليس بحاجة إلى أن يجور على أحد، والله هو العدل الذي يأمر بالعدل، والذي أقام الحياة على أساس العدل والاستقامة والتوازن. هل هم هكذا؟ لماذا يتوقفون؟ لماذا يتحيرون؟ لماذا يعرضون؟ أفي قلوبهم مرض؟ واحدة من ثلاث أشياء: أم ارتابوا، أم يخافون أن يحيف الله عليهم
ورسوله بل أولئك هم الظالمون، يعني هم الذين ظلموا أنفسهم بالانحراف عن خط الله سبحانه وتعالى، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فهم ظلموا أنفسهم وظلموا الحق الذي أراد الله لهم أن يحافظوا عليه وأن يسيروا في خطه وينفتحوا على كل شرائعه وموارده. هذا ليس شرط، هذا ليس شأن المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين، هذه هي يعني صفة المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، بحيث أن يكون دورهم دور الاستسلام المطلق، فما دام الله هو الذي دعاهم إلى حكمه وما دام الرسول دعاهم إلى حكم الله فعليهم أن يستسلموا، لأن هذا هو معنى العبودية لله سبحانه وتعالى. احنا قلنا كلمة لا إله إلا الله تعني أنك حر أمام العالم كله وعبد أمام الله، هذه خلافاً لبعض الناس الذين هم أحرار أمام الله ولكنهم عبيد للشيطان فيها المقاهدة، وهذا تسمعوها أنتم في بعض الحالات من الناس اللي تقول له أنت صلي يقول لك أنا حر، صوم أنا حر، لا تأكل الربا، لا تزني، لا تسرق، لا كذا، تقول أنا حر، هذه لكنه هو عبد للشيطان، يتصور نفسه حراً، ولمن لمن هو لمن كانت عبوديته له في أصل وجوده، يعني نحن عبيد الله، نحن عباد الله لأننا صنعة الله، لأننا خلق الله، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. لذلك العبودية بالنسبة للناس ولكل الخلق هي عبودية متأصلة في طبيعة ذاتهم ووجودهم، وليست عبودية آتية من قانون هنا أو من نظام هناك أو من حالة ذاتية عند الإنسان في نفسه اختيارية، وإنما هي في أصل وجوده، وأنت حر أمام الآخرين، وهذا ما قاله الإمام علي عليه السلام: لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرا، الله خلقك أو جعلك حرا أمام الكون كله. ولعلنا تحدثنا إليكم أكثر من مرة عن القصة التي جرت مع الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، عندما مر على دار شخص يقال له بشر، وكان هذا الشخص يقضي ليله باللهو، بالرقص وبشرب الخمر وبالغناء الفاحش وما إلى ذلك من الأمور، بحيث ليله ليل لهو كأن هذا وسماع وما إلى ذلك. فالإمام سلام الله عليه حسب الرواية مر على بيته ورأى الخادمة ترمي النفايات الزبالة خارج البيت، فاستوقفها الإمام، قال لها: لمن هذه الدار؟ طبعاً وكم سائل عن أمره وهو عالم، للإمام يريد يوصل لنتيجة، يعني هذا أسلوب حتى يصل بها إلى أن تتحدث، فهو يطلق كلمته، قال: لمن هذه الدار؟ قالت: لسيدي بشر. قال: سيدك هذا حر أو عبد؟ لأن ذاك الوقت كان في عبيد وإماء وأحرار، يعني كان الناس يبيعون الناس في هذا. قال: سيدك هذا حر أو عبد؟ قال: سيدي حر، كيف؟ قال: صدقت، لو كان حرا لخاف من مولاه، لو كان عبدا لخاف من مولاه، حر، هو حر أمام الشيطان بس هو يعني حر أمام الله،
وحر خاضع يعني ولكنه عبد للشيطان، لو كان عبدا لله لخاف من الله، ولكن هذا الذي يعمل هالأعمال هذا إنسان يعني يتحرر من الله ولكنه يخضع للشيطان. ترك الإمام الجارية ومشى، دخلت الجارية إلى البيت وكأن سيدها يعني كأنه تأخرت بحيث، فقال لها لماذا تأخرتي؟ قالت مر بشخص صفته كذا وكذا سألني ثم أجبته فقال كذا. وفي بعض الحالات الإنسان يمكن تحكي معه 20 سنة ما يأثر بي، لكن تجي لحظة رحمانية كيف الأرض الذي تكون مثلاً مدة يجيها وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج. كذلك القلب يمكن تجي بعض الحالات كلمة في وقتها يكون القلب مستعد للهداية فتأثر فيه مثل الماء عندما ينزل على الأرض المملوءة بالبذور. للإنسان بطبيعته طيب، ولكنه الأمور التي تحيط به ربما تذهب صفاءه وتذهب طيبته. هذا الإنسان كأنه انقلب 180 درجة مثل ما نقول هالأيام، ركض ووصل إلى الإمام سلام الله عليه وأكب عليه يقبله، قال له هل لي من توبة؟ أنا هالكلمة هزتني وغيرت كل تفكيري وأنا تائب إلى الله وراح أترك كل هذا الشيء، هل لي من توبة؟ قال إن تبت تاب الله عليك. وتحول هذا الشخص اللاهي المعربد الخليع إلى شخص من زهاد المجتمع، وحتى كان يمشي حافي سموه بشر الحافي فيه. وهذا إحنا نفهم منه لكل إخواننا وأخواتنا أنه لا يتركوا الموعظة، يدرسوا الشخص الكلمة اللي تأثر فيه. ما في عندكم مثل يقول كلمة بتحنن وكلمة بتجنن؟ يعني لا نترك قول فلان ما في فائدة منه، لا نظل نتكلم لعله إحنا نستطيع في حالة من الحالات يمكن الكلمة تترك تأثيرها كما أثرت فيها الإنسان. نرجع إلى الآية، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هؤلاء الذين يستجيبون لله وللرسول هؤلاء هم الذين ينالون الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. ثم الله يعطي كأنه الخط المستقيم للفوز وللنجاح وللحصول على الدرجة الرفيعة. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله يخاف الله ويتقه يأخذ بأسباب التقوى فأولئك هم الفائزون، هم الذين ينالون الفوز في الدنيا وفي الآخرة. وأقسموا بالله، ثم يرجع القرآن الكريم إلى هؤلاء الناس الذين في قلوبهم مرض، وأقسموا بالله جهد إيمانهم، يعني عندما يأتون إليك قل لك والله وتالله أنه إحنا راح نطيع وراح نمشي بخط التقوى. وأقسموا بالله جهد إيمانهم، جهد أيمانهم يعني بجهد الحلف والأقسام اللي يقسموها، لئن أمرتهم يعني بالخروج معك للجهاد ليخرجن قل لا تقسموا. مش كل شيء حتحلفوا عليه، طاعة معروفة، نعرف طاعتكم، طاعة بالكلام وليس الطاعة بالواقع. إن الله خبير بما تطيعون
بما تعملون، ثم الله يقولهم يعطي الخط، وهذا الخط أيضا يخاطبنا الله به: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا ما قبلوا، دار ظهورهم ولم يستجيبوا لك، فأنت عملت رسالتك، تكليفك، يعني أنت تستنفذ جهدك في مقام وعظ الناس وإرشادهم ودعوتهم إلى الاستقامة على الخط المستقيم. فإن تولوا، إذا أعرضوا، فإنما عليه ما حمل. النبي الله قال: لا، إنما أنت منذر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر إن نفعت الذكرى، وهكذا. فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أنت مش بإيدك إكراه الناس، أنت عليك البيان، عليك البلاغ، وعلينا الحساب. فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، مسؤوليتكم على أن تمشوا على الخط وتستجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وإن تطيعوه تهتدوا، تسيرون في خط الهداية الذي يؤدي بكم إلى رضوان الله وإلى جنة النعيم. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والحمد لله رب العالمين.